Selamun Aleyküm. Yüzün okuma derslerimizin Bakara Suresi 77 ile 83. ayetlerine geldik. Beraberce başlıyoruz. <laughs> Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وإنهم هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون

buraya girmeyelim. Evet, minme, bir de mim, mime uğradı Burada da nun uğradı Asıl bunun aslı minma idi, ama yazılışta bu şekilde yazılıyor. Ee, biz buradaki yazıya göre imlaya bakarsak idramisteyim elgun ne? Ama aslına dönersek idram elgun ne var? Evet. Geçelim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده "فلن يخلف الله أَحْدَهُ أم تقولون على الله ما لا تعلمون." بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم Allahu azim Evet burada ümme derken şedde tutuyoruz. Galilem mi? Burada da İbrahim Mergu ne yaptı? Tuttuk. Minkum ihfa oldu. Ve entum ihfa. Sonra yine mimimi mi oradı. İbrahim Mergu ne? Ve tarzı tamamladık. Allah'a emanet olun.